I'm very excited because I will see the big swimmer Michael Phelps in there, and I am very proud. وفي الرياضة ما في شيء اسمه لاجئ ولا أمريكي ولا سوري، بالرياضة لازم تعملي الأفضل لاسمك يطلع. شعور غريب لأني أول مرة رح أجربه هالشعور. الأنظار كلها رح تكون على هالفريق اللاجئين لأني أول حدث رح يصير بالتاريخ. طلعت من اسطنبول على ازمير. من ازمير اخذنا القوارب المطاطية، من ازمير على اليونان، من اليونان لمقدونيا. هذول كلهم مشي كنا عم نمشي، من مقدونيا لصربيا، من صربيا لهنغاريا، من هنغاريا للنمسا، من النمسا لألمانيا، من ألمانيا لبلجيكا. هذول كان أحيانا نمشي مشي، أحيانا بالقطارات، أحيانا بالباصات. كانت المسافة تقريبا رحلة طولت حوالي 10 أيام من اسطنبول لبلجيكا. كانت كثير صعبة طبعا، ما نقدر ناكل الأكل النظامي، يعني كنا نعتمد على الفواكه على السوائل، ما كنا نقدر نلاقي الأكل الإنسان الطبيعي اللي بيحتاجه، وما نقدر كنا ننام، نضطر أحيانا بالليل الساعة 2-3 بالليل نعبر حدود. كانت كثير صعبة، يعني أصعب تجربة بحياتي عديت فيها. It's a bit different than the other swimmers because he has another mentality.
not better, not worse, just different. He's very stubborn. That's good if you have a goal. So if he wants to do something, he says, I'm going to do that. While Belgians always say, I'm going to try to do that. So for me, that's the difference.